دكتور، يعني هجيب حضرتك قبل ما ندخل مرحلة الجواز شوية. تكيسات المبايض عند الفتيات قبل الزواج وبعده تسبب إجهاض متكرر؟ تسبب إجهاض؟ لا، هي ممكن تأخر الحمل لو، بس عايزين بقى نفرق في حاجة مهمة فضل. جدا فضل. وطبعا زمايلنا بتوع النساء هيبقوا أقدر في الإجابة، لكن في فرق ما بين وجود أكياس على المبيض وما بين مرض تكيس المبايض. أيوة، يعني ممكن يبقى المبيض عليه أكياس ولكنها غير فعالة، ممكن يبقى المبيض عليه أكياس لكن هذه الأكياس فعالة فبتطلع هرمون ذكورة، فبالتالي هرمون الذكورة بيأخر الحمل. فمش أيوة. كل واحدة عندها أكياس الأكياس دي بتعوق الحمل. أيوة، لازم نتأكد إن الأكياس دي أكياس فاعلة، ففي فرق بين وجود الأكياس والمرض نفسه. طيب، الإجهاض المتكرر في أجيالنا دلوقتي أو في وقتنا الحالي موضة. موضة، الإجهاض المتكرر دلوقتي موضة. الشبح ده ليه أسباب خفية وأسباب طبعا معلنة؟ طبعا. اتفضل. طبعا. هنقول بقى الأسباب الخفية. اتفضل. دلوقتي أحيانا وأنا عايز أقول الموضوع ده مهم قوي يا جماعة، البنات الصغيرين، الأطفال اللي عندهم 5 سنين وأربع سنين وست سنين وعشر سنين لما يجي لها التهابات مهبلية ما نقعدش نألف، نوديها لدكتور النساء. طفلة، نوديها لدكتور النساء. يا جماعة، الالتهابات دي هي بداية الأمراض المناعية. لا دكتور، قول ده تاني بعد إذن حضرتك. نقول، معلش، قوله تاني. نقول تاني، الأطفال، البنات الصغيرين في أي سن منذ الطفولة لحد البلوغ بيجي لهم التهابات فطرية، الأم تلاحظ وجود إفرازات معينة، ريحة، أو الطفلة تشتكي، أو تشتكي كويس، بتتساب. لا يا جماعة، ده هي دي بداية المصيبة. ليه بقى؟ الميكروب ده بجهاز المناعة بيتوجه له فيبدأ يهاجمه بأول خط من خلايا المناعة، ما ينجحش، يطلع الخط التاني اللي هو الخلايا الليمفاوية المنتجة للأجسام المضادة، فتبدأ الخلايا الليمفاوية تطلع أجسام مضادة ضد هذا الميكروب. الموضوع ده بقى ممكن يقعد سنة واتنين وتلاتة، ما هو متساب كويس كده. أيوة. نيجي بعد كده البنت تتجوز ما يحصلش حمل. ليه؟ لأن جسمها بيطلع أجسام مضادة ضد الحيوان المنوي، لأن أنت عودت جهاز المناعة على التواجد بكثافة في المكان ده. فالبداية حاجة بسيطة خالص من سنين وتسابق. أيوة. فدايما الأمراض الميكروبية دي لا تهمل، رجاء لا تهمل. طيب، نيجي بقى لموضوع الإجهاض. ممكن البويضة دي، ليه أنا قلت المدخل ده؟ واحدة متجوزة عروسة اهي وزي الفل وجميلة ومفيش مشكلة، المبيض بينتج بويضة، البويضة بتلتقطها قناة فالوب الأنبوبة، أول ما تتواجد في في, في, في الأنبوبة يبدأ جهاز المناعة ما يتعرفش عليها. أيوة، ما يعرفش إيه دي، فيبدأ يهاجمها. فتقول لك أنا ما بحملش وأنا كويسة وقالوا لي جوزي كويس، ما بحملش ليه؟ عشان جهاز المناعة عندها. طب الخلل ده ايه اللي يخلي جهاز المناعه ما يتعرفش على البويضه؟ التهاب قديم، فطر قديم، الحاجات اللي احنا بنهملها وبنطنشها ونقعد بقى نفتي ونالف ونعمل خلطات وحاجات كده. طيب، البويضه دي في الانبوبه وفي حيوان منوي وصل لها فبقت بويضه مخصبه. طيب، البويضه المخصبه دي هل تركيبها الجسم عارفه ولا جديد؟ جديد. جديدة طبعا، لأن البويضة المخصبة دي هي اندماج المادة الوراثية بتاعت الحيوان المنوي والبويضة. أيوة، كويس. طيب، البويضة الجديدة دي جهاز المناعة أحيانا ما يتعرفش عليها ويهاجمها. طيب، هقولك على حاجة بقى غريبة جدا. اتفضل. أحيانا بقى جهاز المناعة يهاجم البويضة المخصبة دي علشان
خلل في الدمج، يعني المادة الوراثية وهي بتندمج مع المادة الوراثية التانية حصل خلل في الدمج. تخيلي الخلل في الدمج ده ممكن يحصل بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ نقص فيتامين بي 6، نقص فيتامين بي 9، معقول؟ نقص الزنك. عشان كده لما بنقول العناصر العناصر العناصر، تخيلي بقى دكتور، ناس من السادة مشاهدين اصحاب حالات اجهاض متكرر، اعرف ازاي اللي انا اجهاض متكرر مناعي؟ تمام، ده سؤال جميل. اتفضل. اول حاجه طبعا مجرد ما بيحصل الاجهاض بنتوجه لدكتور النساء، دي حاجه بديهيه. لو دكتور النساء ما عندوش ليكي سبب واضح، يعني ايه سبب واضح؟ يعني الرحم كويس، العنق الرحم كويس وقافل تشريحيا ووظيفيا، انت كويسه؟ لا، اقفلي بقى وابداي توجهي ناحيه المناعه. لان ممكن برضو حاجه كمان، يعني احنا يعني انت متخيله مثلا البيضه المخصبه دي عدت وبدات تمسك في الرحم، وهي في تجويف الرحم بتحاول تتعلق بقى اللي بيسموها القران سماها العلقه يعني، ساعتها جهاز المناعه برضو بيلاقي حاجه في تجويف الرحم مش عارف ايه هي، فيبدا يهاجمها على انها حاجه وحشه. ايوه. وبرضو بنبقى احنا اللي عودنا جهاز المناعه على التواجد بكثافه وبعشوائيه في المكان ده.